في فيديو النهاردة هتعلم بالتفصيل خطوة بخطوة مهارة من أجمل وأفضل مهارات كرة القدم الاستعراضية، واللي هتقدر تبر بيها أصحابك في الملعب، ومش بس كده ده كمان هتقدر تبر بيها أي حد في الشارع. مهارة جميلة جدا بستخدمها في أي مكان وفي أي شو، ولها أشكال كتير جدا مختلفة. فندخل بالإنترو ونبدأ على طول. هذا الفيديو برعاية شلتوت أكاديمي، أول أكاديمية في مصر لتعليم أساسيات ومهارات كرة القدم بطرق وأساليب حديثة بتساعدك على فهم وإتقان كل مهارة. حجز الاستفسار تقدر تكلمنا على الرقم اللي ظهر قدامك على الشاشة دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر شلتوت وأهلا بكم في فيديو جديد. وفي فيديو النهاردة هتتعلم مهارة لف الكرة على الصباع بالطريقة الصحيحة، وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل حركات مختلفة والكرة بتلف على صباعنا بالشكل ده، وهنتعلم ازاي نلفها على صوابعنا كلها، وازاي نخلي الكرة تفضل تلف، وازاي نثبتها على ايدينا، وازاي نلفها على الاشياء المختلفة، وازاي نلفها على القلم ونثبتها في اماكن مختلفة من جسمنا، وازاي كمان نفرح بيها الناس في الشارع. كل ده واكتر لو لقيت ناس مهتمة بالسلسلة دي. فلو انت مهتم عرفت تحت حلم في التعليقات. ولو دي اول مرة ليك هنا وانت مهتم بكرة القدم من اساسيات مهارات نصائح كرة الشارع والكباري كرة القدم الاستعراضية، يبقى تنزل تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس فضح على الكل او قول عشان مفتوحش اي فيديو جديد كل يوم سبت وثلاثة الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. تعمل لايك للفيديو عشان دي بيساعدنا الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، والشير مهم جدا، الشير بيساعدنا وبيشجعنا ان احنا نستمر في تقديم المحتوى ده. ويلا بينا نبدأ الفيديو. الخطوة الاولى هنبدأ نلف الكرة بالشكل ده، احط ايديا ضعيفة ورا الكرة وايديا قوية قدام الكرة بالشكل ده، وهلف الكرة كده. وممكن تلف الكرة بايد واحدة لو انت ماسكتك للكرة حلوة، فهتبدأ تخلي مسافة بين ايدك والكرة وتلف ايدك بالشكل ده. ثلاث حاجات هنا مهمين لازم اخد بالي منهم وانا بلف الكرة عشان تسهل عليا في الخطوات اللي بعد كده واقدر الف الكرة على صباعي بشكل كويس. اول حاجة اخد بالي منها وان الكرة تطلع في خط مستقيم وتنزل في خط مستقيم، الكرة ما تروحش مني يمين ولا شمال ولا تروح لقدام ولا ترجع لورا عليا، الكوره تطلع في خط مستقيم وتنزل في خط مستقيم بالشكل ده. تاني حاجه ارتفاع الكوره، لازم ارتفاع الكوره يبقى مظبوط في مستوى راسي كده، لو عليتها فوق قوي كده فالمره هتبقى صعبه عليا ومش هقدر ارفعها على صباعي بعد كده، ولو خليتها لتحت قوي كده فمش هقدر احط صباعي تحتها، فلازم ارتفاع الكوره يكون مظبوط بالشكل ده. ثالث حاجة اخد بالي منها وهي سرعة الكرة او السبيد، سرعة الكرة مهمة جدا جدا في المهارة دي، لان لو الكرة كانت بطيئة في الخطوة الثالثة مش هقدر الف الكرة على صباعي، لو الكرة كانت بطيئة الكرة هتقع على طول وهتقع على الارض، لو الكرة سريعة فده هيديني وقت اطول ان الكرة تلف على صباعي. وبعد ما تكمل الخطوة الاولى ده يدخلنا على الخطوة الثانية. الخطوة الثانية نفس الخطوة الاولى بس المرة دي هنزود حاجة، وهي ان احنا هنلف الكرة على ايدينا بالشكل ده. الخطوة الاولى كنت بمسكها كده، الخطوة الثانية هلف الكرة على ايدي. حاجة مهمة هنا جدا وهي اني امتص الكرة، ما ينفعش الكرة نازلة كده واثبت ايدي كده، الكرة هتقع على الارض، لازم امتص الكرة بالشكل ده اسحبها لتحت. الخطوة الثالثة واهم خطوة وهي اني الفها على صباعي بالشكل ده. في كذا حاجة مهمة هنا لازم اخد بالي منهم عشان الكرة تلف على صباعي، أول حاجة وإنك تعمل الحاجات اللي قلت لك عليها في الخطوة الأولى والثانية، وهي إن الكرة تطلع في خط مستقيم وتنزل في خط مستقيم، وارتفاع الكرة يكون عند مستوى راسي، وسرعة الكرة تكون عالية. وبعد ما أعمل كده هعمل حاجة اللي قلت لك عليها في الخطوة الثانية وهي إني أمتص الكرة بالشكل ده. ما ينفعش أستنى الكرة كده، لو استنيتها كده الكرة هتقع. يبقى لازم أمتص الكرة. وعشان اقدر امتص الكره هفتح رجلي شويه وركبتي هتساعدني في ان انزل لتحت كده. الحاجه الثانيه وان استهدف منتصف الكره، الكره نازله كده استهدف المنتصف، ما ينفعش ايديا تروح يمين او شمال في الكره، لو راحت يمين الكره هتقع، لو راحت شمال كده الكره هتقع برده، لازم استهدف منتصف الكره، الكره نازله كده منتصف الكره. ثالث حاجه وان صباعك في الاول بيبقى ضعيف ومش هتقدر تلف الكره على صباعك في الاول بالشكل ده، لو لفيت كده فصباعك ضعيف فالكره هتقع،
فلازم عشان تقوي صباعك في الاول عشان تعرف تلف الكوره بشكل كويس انك تدي صباعك كده وتحط ايدك كده بالشكل ده. ده يخلي صباعك قوي ويخلي الكوره تلف على ايدك بشكل كويس بالشكل ده. بلاش كده. رابع حاجه وانك ما تخليش الكوره تلف على اللحم. لو خليتها تلف على اللحم فهيبقى في احتكاك بين الجلد والكوره فالكوره هتقع ومش هتلف بشكل كويس. لو خليتها تلف على الضفر بالشكل ده فالكوره هتلف بشكل كويس. لو على اللحم الكوره في احتكاك والكوره هتقع. خامس حاجه وانك لازم تتابع حركه الكوره. انت عملت الكوره كده الكوره في الاول هتروح منك يمين وشمال. لو فضلت ثابت ايدك كده فالكوره لو راحت منها هتقع. فلازم في الاول تتابع حركه الكوره. الكوره هتقع كده هروح معاها، هتيجي كده هروح معاها، اتحرك معاها. نصيحه زياده بقى بونص تيب، وانت بتعمل المهاره دي اقفل ايدك ونشف صوابعك بالشكل ده. ده يخلي المهاره تتعمل بشكل افضل. لو خليت ايدك سايبه كده فالكوره ممكن تبقى اقوى من ايدك وتوقعها لتحت. لو قفلت ايدك فايدك هتبقى قويه فهتعرف تلف الكوره بشكل كويس. ايدي مشدوده. وفي الاول لازم تطبق النصايح اللي قلت لك عليها في الفيديو، ومع الوقت مش هتهتم بالتفاصيل دي وهتقدر تعملها بسهوله، بس اهم حاجه انك تعملها كتير. المهاره دي من المهارات اللي ممكن تاخد معاك وقت شويه بس في الاخر بتيجي. ودايما افتكر براكتس ميكس بيرفكت. عرفني بقى تحت في التعليقات عايز الفيديو الجاي يبقى عباره عن ايه، واتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعمل شير الفيديو مع اصحابك فيس واتس انستجرام. الشير بيساعدنا وبيشجعنا ان احنا نستمر بتقديم المحتوى ده، وبيساعد ان المحتوى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. فشير عشان غيرك يستفيد. واذا اتفرج على الفيديوهات السابقه من هنا او من هنا. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت، واشوفك فيديو جديد كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 مساء بتوقيت مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.